ماذا لو قادك تطبيق الملاحة الذي تثق به مباشرة إلى كارثة؟ لقد فقد 3 رجال حياتهم بشكل مأساوي بعد أن واجههم تطبيق خرائط جوجل بسيارتهم فوق جسر غير مكتمل بالقرب من جوروغرام جنوب غرب نيودلهيم. وقع الحادث في الساعة 2:30 مساء بالتوقيت المحلي، حيث سقطت السيارة من ارتفاع يزيد عن 30 قدما، وأفادت السلطات أن الجسر كان لا يزال قيد الإنشاء ويفتقر إلى حواجز السلامة أو علامات التحذير. لم يكن السائق على علم بحالة الجسر ووثق بنظام الملاحة بشكل أعمى. لقد فشل تطبيق خرائط جوجل، وهي أداة نعتمد عليها في رحلاتنا الآمنة في حماية هؤلاء الرجال. وقد أعرب متحدث باسم جوجل عن تعازيه الحارة وأكد تعاونه مع التحقيق الجاري. يؤكد هذا الحادث المفجع درسا بالغ الأهمية: أبق يقظا دائما ولا تعتمد فقط على التكنولوجيا عند القيادة. خطأ واحد في الانعطاف لا يجب أن يكلف أرواحنا. أبق آمنا على الطرق وتحقق دائما من مسارك مرتين.